لما جم المشايخ يتكلموا عن الحجاب، سمعنا اللي بيقول حرية شخصية. كويس، حرية شخصية، سيب المهفهف على الخدود يطير والبيس محزق هيصطادك اللي ريقه بيجري ويقتلك. حياتك غالية عليكي، اخرجي من بيتك أفة، لا متفصلة ولا بنطلون ولا شعر على الخدود. ليه؟ هيشوفك اللي ريقه بيجري وما معهوش هيدبحك. بلاغ إلى النائب العام في المدعو مبروك عطية. في مواطن اسمه مبروك عطية بيدعي إن هو شيخ، طالع يقول للناس أو للبنات تحديداً عايزة تصوني نفسك لازم تلبسي خيمة ولا تهفهفي ولا بتاع، وبيبرر للي قتل البنت قدام جامعة المنصورة إن دي طبيعة المجتمع المصري. فالمدعو مبروك عطية بيرتكب عدد من الجرائم، واحد تعطيل الدستور والقانون، لأنه إذا كانت البنات والستات هي المسؤولة عن حماية نفسها وإنها لازم تلبس خيمة علشان المجرمين المطلوقين في الشوارع، فده لا في دستور في البلد ولا في قانون. اتنين، تحريض على العنف، اللي مش هتلبس الخيمة اللي حضرته بيقول عليها تستحق اللي يحصل لها بما فيها القتل. Thank you.